قال: قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. كمل كمل. وقال أيضا: لا كمل الآية. طيب نعم. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أفرأيتم، أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمونها وتذبحون لها وتزعمون أن لها بركات؟ أفرأيتم اللات، إما أنه رجل صالح كان يلت يفت السويق، يعني مثل هذا اللي نأكله الآن في المدينة الحيسة، هذه شيء من التمر مع شيء من السمن والدقيق، كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره وصار من أكبر الأوثان اللي تعبد من دون الله، أو اللات من الإلحاد في أسماء الله، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناة من اسم الله المنان. ومناة إما إلحاد في أسماء الله من اسم الله سبحانه وتعالى المنان، أو من منى، سميت منى، منى هذا المكان الذي بمكة يقيم فيه الحاج ليالي أيام التشريق، سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى يراق عندها من الدماء. وتعجب البعض ويقول: يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما شأن هذه الآيات بواقعنا الحاضر اليوم؟ بعض الدول، والله أخواننا، والله الذي لا إله إلا هو، في بعض الدول يحج إلى بعض القبور التي تعبد من دون الله أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام، ويذبح لها ويطاف، وتجد سدنا وكذا وستور وما إلى ذلك. أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأن هذه الأصنام التي تعظمونها وتذبحون لها وتزعمون لها بركات؟ ومناة الثالثة الأخرى، أي متأخرة حقيرة ذميمة. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. إخواننا، لابد نعلم الناس التوحيد، كيف يحجل القبور؟ قبور، الأصل أن تكون القبور خارج البنيان. هذه البقيع اللي تراها الآن في المدينة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة عن البنيان. ما الدليل؟ أدلة، منها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في صلاة الظهر أطال في الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع، يعني بعيد. وقال أنه من كان يأكل ثوم أو بصل ينفى إلى أين؟ إلى البقيع، إذن بعيد. الأصل في القبور أن تكون خارج البنيان حتى لا تكون ذريعة للشرك. وماذا نريد داخل البنيان؟ المساجد. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ إذن هذه
التي تعبد من دون الله ويزعم أن عندها بركات. التبرك طلب البركة، والتبرك قال ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع. الممنوع الأصل في التبرك أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر. التبرك المشروع إما أن يكون بأمر شرعي أو بأمر حسي، إذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع، شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. هذا الأخ يقرأ القرآن، لماذا تقرأ القرآن؟ قال قراءة القرآن بركة، الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وقراءة القرآن بركة، والعمل بالقرآن بركة، وتدبر القرآن بركة، والتداوي بالقرآن بركة. أنا أصلي يقول في المسجد النبوي لأن الصلاة في المسجد النبوي بركة، 1000 صلاة. أصلي في المسجد الحرام لأن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة بركة. هذا التبرك بأمر مشروع. التبرك بأمر محسوس، كتب العلماء مثلا، كتب علماء السلف، وضع الله سبحانه وتعالى في علمهم البركة منذ أن مات الأئمة الأربعة ليومنا هذا ويذكرون بخير، والمؤلفات والكتب ما زالت إلى يومنا هذا. تمام، إذا هذا تبرك محسوس، إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع. التمسح بالحجر الأسود، ما حكم التمسح بالحجر الأسود؟ من يقول لي؟ تعرف ما معنى التمسح؟ يعني أنت ترى بعض الناس هدانا الله إياه يمسح ويمسح على نفسه على أولاده، أو يأخذ الغترة أو يأخذ الملابس في الكعبة ويمسح بها، هذه حجارة لا تضر ولا تنفع. وقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن التبرك في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو حجر لا يضر ولا ينفع. التمسح بجدران الكعبة، التمسح بجدران المسجد النبوي، التمسح بأحد، أحد لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، نعم جبل يحبنا ونحبه لكن لا نتمسح به ولا بتراء ولا بتربة أحد. إذن التبرك قسمين، مشروع وممنوع. المشروع إما أن يكون بأمر شرعي كقراءة القرآن، الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد الحرام، أو بأمر حسي كتب العلماء مثلا، إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع. نعم.